صراحة. الفنانة سارة برهمي منرحب فيك عبر موقع بصراحة. من ملكة جمال مدينة سوسة 2018 وصاحبة المرتبة الرابعة بمسابقة ملكة جمال تونس 2019 لاحتراف رياضة الركبة، كيف وصلت سارة برهمي على الفن وبتشجيع من مين؟ أهلين وسهلين فيكم. أبدا من الأول يعني كنت أوز أتليت وبعدين دخلت على الريجبي، يعني بعدين صرت لاعبة ريجبي. والفن هو شيء كتير بحبه من كنت صغيرة، وإجتني الفرصة مع لايف ستايلز ستوديو يعني دخلت من الباب الكبير. ليه ما اخترتي اي برنامج من برامج الهواة لانطلاقتك؟ وكلنا بنعرف انه هيدي الطريق الاسرع. لانه بالحقيقه لما كنت اصغر بالعمر كان I had another career، so كنت اكثر كونسنتري على الرياضه مثل ما بتعرفي، او في المنتخب الوطني. so كان عندي I had another dream، بس الفن كان حلمي من صغري. ولا إذا بدك تختاري بين The Voice، Arab Idol، X Factor، شو بتختاري أي برنامج؟ ما في Star Academy for example إيه Star Academy because it's something real، يعني شيء بيتفاعل معه أكتر الجمهور، so بصير يعرف شخصية الفنان مو التالنت وبس، يعني حتى شخصية الفنان. مين الأيدل تبعك بالفن وممكن يكون ملهمك خلال مسيرتك؟ بالعالم العربي ولا بالكل؟ كتير صعب. في كذا اللي بحضرهم، for example Linkin Park، it's another type. في كمان شاكيرا because she's a dancer and she's a singer، so عندها كتير talents. فيك تغني لنا أغنية من أغنيات شاكيرا؟ مو شاكيرا، لحدا تاني. بأيام البرد وأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريق، تيجي هاك البنت من بيت العتيق ويقلا انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتي. خلينا نحكي شوي عن تعاونك مع شركة لايف ستايل ستوديوز، كيف وصلتي على لايف ستايلز؟ مين كان الوسيط بيناتكم؟ والله بحس انه هيدا كان قدر، يعني طريقة كتير 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 سيمبل وصدفة. بعت مسج ذاتس ات، ميل اند ذاتس ات، في فيديو كنت عم غني فيه وقبلوني ردوا علي. التعاون مع شركة رائدة مثل لايف ستايلز ومحترفة ومبدعة مش هين، هيدا شي بفرحك او بحملك مسؤولية؟ الاثنين طبعا مسؤوليه، لانه مثل ما قلتي بروفيشنال تيم، وكثير دعمني، يعني اعطاني اكثر ثقه مثل ما قلت قبل. الحمد لله انه يعني دخلت المجال الفني من باب كثير كثير كبير، وام سو ثانكفول لهيدي الفرصه. خلينا نحكي شوي عن هيدي الاغنيه، هل هي اغنيتك الاولى؟ ايه هي اغنيتي الاولى من تلحين الاستاذ باسم رزق واخراج الفنان والمبدع الكبير فادي حداد، اللي تشرفت بالمعامله معه وفور لايف ستايل ستوديوز فور شور. صحيح، مثل ما ذكرتي عم تتعاوني مع اثنين من اقوى الاسماء بعالم الكتابه والتلحين بلبنان، الشاعر مازن ظاهر والملحن والموزع باسم رزق وماسترينج ستوديو شارل شلالة واكيد الاستاذ فادي حداد. خبرينا شوي كيف تم اختيار هيدي الاغنيه وشو اللي استهواكي بالكتابه وبالتلحين؟ الفايب تبع الغنيه كتير كتير عجبني، يعني حسيت انرجي بالغنيه، في شيء جلبني لهيدي الغنيه. وبتشكرهم كتير لانه الاستاذ باسم رزق اشتغلنا مع بعض كتير عشان اللهجه، عشان تكون يعني مثل فنانين لبنانية. Exactly.
لنخبر المشاهدين هذه الأغنية عم تغنيها باللهجة اللبنانية، خبرينا شوي كان في صعوبات؟ باللهجة شوي بالأول مع الأستاذ باسم، بس تمرن عليها وساعدني وبتشكره كتير وفرشور، ورح تسمعوها وإن شاء الله بتعجبكم يا رب. حبيت اللهجة اللبنانية، حسيتيها قريبة أو؟ إيه كتير كتير معبرة، كتير رومانتيك. دايما البدايات بتكون شوي صعبة، قد ايه استصعبتي بدايتك الفنية وشو أكتر شي مخوفك حاليا؟ أنا استمتعت فيها الحقيقة، انبسطت فيها، انبسطت كتير فيها، بس اللي مخوفني هي مثل ما قلت المسؤولية، يعني بتعامل مع أسماء كتير كتير كبيرة. فور اكزامبل في التصوير كنت خايفة أوقف قدام الكاميرا تبع أستاذ فادي حداد، بلكي أم نوت ذات تالنتد، بلكي ما حبتني الكاميرا، بس بعدين الحمد لله كتير استمتعنا وكتير حبيت التيم كله. الأغنية شبابية وصيفية وبتشبهك، هل بتعتقدي أنه من المهم لأي فنان مبتدئ أنه يوثق بشركة الإنتاج ويسلمها حاله؟ وقدي عندك إيمان برؤية لايف ستايلز ستوديوز؟ بأمن فيهم 100% to be honest، بس ما بيوثقوا أي شركة إنتاج. for me بوثق فيهم كتير، لأنه يعرفوا الكاركتر تبعي، يعرفوا إني أنا ما بحب البيسك ستاف، سو بوثق فيهم وبيساعدوني كمان حتى باختيار الأغاني، بالفكرة تبع الفيديو كليب. إيه بوثق فيهم 100% يعني. أكيد. عرفنا كمان انه بتغني كتير كتير حلو بالغربة، ليه عم بتقدمي حالك للوطن العربي باللغة العربية ويمكن هي الأصعب عليك مثل ما ذكرنا بخصوص اللهجة اللبنانية مثلا؟ أنا بحب التحدي، يعني ما بحب الشيء السهل، اللي بيجي سهل يمشي دغري يعني. وأنا عربية بالأصل، سو ليش ما بأدي شيء باللهجة اللبنانية ولا المصرية ولا التونسية؟ إن شاء الله ماي سكند سونغ حيكون فيها خلينا نقول شوي تونسي كمان. اتس ميكست. إن شاء الله إن شاء الله. إيه إذا إذا مشي كل شيء بخير إن شاء الله. طيب شو رأيك تدندني لنا شوي بالغربي لمتابعي موقع بصراحة؟ أوكي. When the rainbow rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower is bending in the breeze, dance with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway. With me. الله. خلينا نحكي شوي عن الفيديو كليب والتعاون مع المخرج فادي حداد، اكيد مش هينة تكون البداية مع مخرج مبدع مثل فادي حداد، شو متوقع يقدم لك وقد ايه سعيدة بهيدا التعاون؟ شيء كتير كتير حلو متوقع، يعني كتير كتير تشرفت الحقيقة. I told you before كنت استخسي لو أوقف حد الكاميرا، بس أوف بعدين it's like magic. بوثق فيه 100%. لخصي لنا شوي فكرة الفيديو كليب. أوكي، الفيديو كليب فيه كذا مسج positive، يعني مسج واحد فيهم إنه ست تقدر تكون رياضية، بس تقدر تكون في من في تقدر تكون حلوة full of energy we don't have to stop till we achieve our dreams. يعني كذا مسج حلو مع قصة تانية خليكم تكتشفوها. خبرينا شوي عن اللوك تبعك، مين اهتم بإطلالتك وكم لوك فيه بالفيديو كليب؟ والله انا بالاول ما كان عندي اي فكره على التفاصيل، بس الاستاذ فادي حدد فشور هو اختار التيم كله وانبسطت يعني بالتعامل معهم. الميك اب ارتست كان في اثنين، يعني منه حدا منه شخص واحد، والهير دريسر كان مستر حسين. هيدي مش اول زياره لك على لبنان مزبوط؟
سكند تايم. المره الاولى كانت لتسجيل الغنيه مع الاستاذ باسم رزق، والمره الثانيه لتسجيل الفيديو كليب مع الاستاذ فادي حداد. يعني زيارتك للبنان بمناسبه العمل فقط؟ بس كثير انبسطت فيها، برجع ان شاء الله. خبرينا شوي شو جمعتي ذكريات خلال تواجدك بلبنان، علما انه لبنان هلا عم يمرق يمكن بمرحله صعبه. ان شاء الله يا رب يكون في عونكم فور شور. ان شاء الله لما ارجع المره الجايه بلقى لبنان بلد احسن، وربنا وربي يحفظكم يا رب. كثير كثير ذكريات، ما هو الفيديو كليب ريفليكشن للحياة يعني. يعني جمعت كثير ذكريات. تفرجوا فيه، تفرجوا فيه، تابعوا. الجمهور رح يكون كمان بانتظارك بزيارة ثالثة بعد ورابعة وخامسة على لبنان، تعدي الجمهور انه رح ترجعي على لبنان مرة جديدة؟ انا حبيت لبنان خلص. بلكي بعد كندا بستقر هون. I'm serious. بالنهاية لمين بتقول سارة شكرا؟ للايف ستايل ستوديوز، استاذ باسم رزق، استاذ فادي حداد، لكل التيم من يعني كل الفريق كان كثير منيح، كثير انبسطت. And I'm excited for my next project. بالختام فيك تغني لنا مقطع من اي اغنيه بتحبيها؟ لموني اللي غاروا مني، قالوا لي واش عجبك فيها. لموني اللي غاروا مني، قالوا لي واش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فني، خذوا عيني شوفوا بيها، خذوا عيني شوفوا بيها، خذوا عيني شوفوا بيها. نحن بنتشكر كثير على هذه المقابلة الحلوة، وإن شاء الله بمزيد من النجاح. Thank you so much، وبتشكركم كثير على القعدة الحلوة هاي والانترفيو. Thank you so much.